سؤال كمان، لماذا نقبل يد الكهنة؟ شوف احنا ببساطة عندنا إيمان أن الكاهن هو اللي بيقدم الأسرار، بمعنى أنه بيشيل المسيح على أيديه جسد ودمه، أنه بيلمس مية المعمودية، أنه بيمسح بزيت الميرون الروح القدس. عشان كده تلاحظوا في الطقس مثلا أثناء القداس أبونا يقول أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس، يقوم يمسح إيديه الأول على الشرية، لأنه عاوز يقول للناس دي إن المسيح مش إيدينا. نحن نقبل يد الكهنة ببساطة مش بس احترام، لأن اليد دي بتلمس الأسرار. إذا كانت نازفة الدم اجتهدت إنها تلمس خد بثوب المسيح بإيمان وخدت منه معجزة، اللي عنده إيمان بالأسرار هيبقى فرحان أوي إنه بيبوس إيد أبونا، لمجرد إنه ده اللي بيلمس الأسرار وبيدينا الأسرار. وبعدين الموضوع ما فيهوش ما انت بتبوس ايدك وش وظهر، يعني فرقت ايه؟ ده ما بتبوس ايدك وانا ببوس ايدك، لان ايدك برضه المسيح له المجد مقدس جسد. لكن احنا ما عندناش القلق من الحاجات دي، لان احنا عندنا تواضع، والمتواضع شخص يغطي راسه بسهوله ويبوس ايد ابونا بسهوله ويثبت بنقطه بسهوله. انما غير المتواضعين هم اللي يعترضوا على الاعتراف وعلى السجود وعلى الانحناء وعلى التقبيل، لان في حاجه جواهم نخليهم كده يعني شوية متكبرين.